هذا ليس جهل فقط في الدين. إذن كيف نحمل الحديث؟ اسمع واطع وان جلد ظهرك واخذ مالك. يا اخوان هذا الحديث في امام للمسلمين يقيم شرع الله عز وجل وقد يخطئ. كان في الامه الاسلاميه من يحكم الشريعه لكنه يخالف احيانا ويخطئ احيانا ويخرج عن الشرع احيانا. هذا لو جاك انت بما انه يقيم الجهاد في سبيل الله ويحكم بشرع الله ويقيم الحدود ويقيم كل الشريعه يقيمها في الاسلام، حتى كان من الخلفاء من يقوم بالجهاد هو بنفسه يقود الجهاد. هذا لو جاء إلى الأخ عايض وظلمك بشخصك وأخذ مالك وجلد ظهرك شيء شخصي وأنت مظلوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع حتى لا تثير الفتنة للناس. ما عليه، رجل قائم بالشريعة، رجل يحمي حوزة المسلمين، رجل يقوم بالجهاد في سبيل الله، رجل تسمع منه أحيانا ويخطئ أحيانا، لكن في العموم لا 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 لا, لا تخرج عن بيعته لأنه يبقى إماما للمسلمين. اليوم يا شيخ بعض حكام العرب هو يعترف أنا لست بمسلم، هو يقول أنا ماني مسلم، هو أصلا مو كافر مرتد، كافر أصلي، هو بعضهم كافر أصلي مسيحي وغيره. وبعض المرات يأتيك واحد يقول هذا ينطبق عليه هذا الحديث. يا أخي وين، ليش تلبسون بعض طلبة العلم اليوم؟ والمشكلة هؤلاء ينتسب لعلماء كبار أفاضل. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية أنا أسألك بالله كم مرة سجن؟ وين مات؟ ما مات في السجن؟ مو استدعى الحاكم كم مرة؟ اسكت لا تتكلم لا تثير الفتنه، وجلد عفوا وهدد وضرب احيانا في الشارع شيخ الاسلام ابن تيميه ومات في السجن. طيب ليش ما سكت اللي شيخ الاسلام ابن تيميه؟ لانه يرى دين لازم يبلغه. الامام احمد كان يرى ان دين لازم ابلغه، والله لو ضربوني انا ما اسكت. طيب وين اسمع واطع؟ اسمع لولي الامر. طيب هذه معصيه، واللي يامر ان لا اله الا فلان هذه ما هي معصيه؟ واللي ينهى الناس عن الحجاب ما هي معصيه؟ شيخ سنوات في تونس كانت المرأة تقدر تتحجب؟ أبدا. وكان يقولون لنا يا أخي هذا ولي أمر واسكت. مع سقوط الطاغية في تونس يقول لي أحد الإخوة عندما زرنا أحد المعاهد هناك في تونس أن ثلثي نساء تونس تحجبنا بعد زوال هذا الطاغية ونظامه الجاشم هناك. شيخ الشعب التونسي مسلم، الشعب التونسي احنا نشوفهم حتى في أوروبا غيور على دينه. الشعب الليبي في إنسان ليبي شفته في اوروبا شيخ ما هو غيور على دينه وعلى عروبته؟ ابدا انا ما شفت بحياتي. الشعب الليبي دين عروبه هذا اصل عنده، والله لو تغربه 100 سنه يظل على هذه العقيده. يا المصري ايضا المصري بعد ما في شك، الشعب المصري كله اسلامي اصلا في النهايه ما في شك بهذا، وحنا متفائلين جدا بمصر القادمه. لكن يا شيخ لما ياتينا حاكم يامرنا بالمعصيه ولا بالكفر الاكبر ولا يزيح الشريعه وياتيني شخص يقول هذا خروج اذا 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 قلت بعدين الاخوان عفوا أنا وغيره من أخوانا. آخر كلمة شيخ، هؤلاء السوريين ما خرجوا بسلاح. تقول الله بعض طلبة العلم قاعد يشوه الآن حتى الحقائق. الناس السوريين ما طلعوا بدبابات ولا بسلاح ولا بشيء. خرجوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقتلوا وصابرين، ومع هذا تسمونهم خوارج وكلاب أهل النار. اتقوا الله في أمة محمد ولا تشوهوا الإسلام ولا تنفروا الناس منه. طيب أنا بودي أيضا دام أن تعطيني وقت شيخ عايض أكمل في هذا الموضوع. في هذا الموضوع شيخنا أنا الآن ما أبي أميل لطرف دون طرف، نعم في خوارج؟ إيه في خوارج، لكن الخوارج كانوا يقتلون من؟ يقتلون الإمام علي. ائتني بالإمام علي وأنا ما أبايعه، أنا أمشي وراءه في أي مكان يذهب إليه. أحسنت. ائتني يا شيخ بخلفاء راشدين نفس اللي كانوا موجودين، هؤلاء الذين قاموا عليهم الخوارج، الخوارج قتلوا الخباب بن أردت أو ابنه قتلوه ليش؟ بدون سبب، صحابي قتلوه وبقروا بطن زوجته وناس مجرمين كانوا يقتلون الزاني. يكفرونه ويقتلونه، يقتلون شارب الخمر ويكفرونه ويقتلونه، عندهم صاحب الكبيرة كافر، هذا الخوارج. لكن اليوم يا شيخ الناس يخرجون من صلاة الجمعة في سوريا أو في ليبيا يطلعون برا يرفعون شعار لا إله إلا الله، تسمونهم خوارج؟ يا شيخ إذا قالوا لا إله إلا بشار سكتوا عنهم، وإذا قالوا لا إله إلا الله صاروا كلاب أهل النار. يا جماعة شوهوا، والله شوهوا حتى الإسلام نفسه. أنا ما أتكلم عن المنهج السلفي الناصع الاصيل اللي لا غبار عليه، منهج الصحابه هذا هم بعيدين. شوف ابن الزبير، شوف العز بن عبد السلام، شوف الامام احمد، شوف شيخ الاسلام ابن تيميه، شوف الامام مالك ليش ضرب، شوف يا اخوان هذا الأمتنا. ما اقول يا اخوان حملوا يعني السلاح على الحاكم لان كانوا يحكمون بشرع الله، لكن اليوم ولا نقول حنا شيلوا السلاح على حاكم. يا اخوان نقول شعب سوريا خرج اعزل بصدره العاري، والله اطفال 15 سنه يقتلون. شفت حمزه كم عمره؟ يا ليتهم قتلوه قتلا عاديا، عذبوه حتى قتلوه. وبعدين تسمون هؤلاء الصغار، حتى يقول لي واحد من الاخوان يقول ايه هذول صاروا خوارج لان انت المشايخ، والله كانت غزه تقصف
ليل نهار. أقسم بالله كانت غزة تقصف، وكان بعض المتدينين وطلبة العلم علماء الزيافة فضل الشيخ والله كانوا يعني يحذرون الناس من أهل غزة، ولا تقفون مع غزة، وهؤلاء خوارج، وهؤلاء خرجوا على السلطة اللي هي الضفة. يا أخوان اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي ما هو أهل للفتوى يستريح يخرج. أنا ما أقول أنا أهل الفتوى بعد، لكن أتكلم أن يا جماعة الناس خرجت مو لأجل الفتوى، خرجت تريد العيش، تبي تعيش، تبي تصلي، تبي تتحجب، وبعدين